السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سوف نتدرب على تحسين مهارة الكتابة والقراءة. لنبدأ على بركة الله. الحرف الأول وهو حرف الكاف، حرف الكاف نضع فتحة ك ك ك ك، ثم بعد ذلك حرف الواو، حرف الواو نضع السكون كو 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 كو، ثم بعد ذلك حرف الكاف مرة أخرى فتحة ك ك كو ك كو ك كو ك. ممتاز. بعد ذلك حرف الباء نضع ضمتين بن بن كابن كابن كو كابن كو كابن كو كابن كوكب كوكب. حرف الباء فتحة با 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 با، ثم بعد ذلك حرف العين كسرة عي باعي باعي باعي، مد بالياء باعي باعي باعي. ثم حرف الدال في آخر الكلمة ضمتين دن دن بعيد بعيد كوكب بعيد، مد بالياء بعيد بعيد كوكب بعيد كوكب بعيد. ممتاز، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.